مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. رح نحكي عن الأبراج المائية، السرطان، العقرب والحوت من 14/9 إلى نهاية شهر سبتمبر. أنا ميا جندي، اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم أشعار البث المباشر. شو مخبى للسرطان في العاطفة الأسبوعين القادمين؟ عزيزي وعزيزتي، السرطان، الحب، مواجهة جديدة، اختيار جديد، وعواطف جديدة، وشريك أو شريكة جديدين بحياتكم، بس أنتوا لسه مش محددين. ممكن عم بتقيسوا الظروف وعم بتحددوا هل يا ترى هالأشخاص هدول مناسبين لحياتي أو طريقي، أم هل هناك عدم تفاهم وخلافات من الناحية الاجتماعية، الدينية، أو الدراسية، أو المالية. بعض الأمور متغيرة بحياتهم عن حياتكم، أنتوا عم تفكروا هل يا ترى ممكن واجه معهم مصاعب، أو ما هو العمل وكيف حتكون هذه العلاقة. أما باقي السرطان اللي عندهم أمور أخرى، فهناك تغيير من ناحية الأفكار، وهناك تحديد لأمور كثيرة. البعض منكم عاطفيا محدد أهدافه، من الرجال والنساء خصوصا الرجال، وناويين يتجهوا باتجاه غير عاطفي بالمراحل القادمة أو الأسبوعين القادمين. فئة منكم عم تتجه إلى أمور أخرى غير العاطفة لتحديد أشياء حابة تعملها أو عم تعملها مشغولة فيها بهالفترة. بالتوفيق إن شاء الله. الأشخاص اللي ما عندهم علاقات ولا عندهم عاطفة ولا عندهم أي شيء، حابين يشوفوا شو مخبت لهم الأيام الجاية من زواج، علاقات، خطبة، حب، يا ترى شو جايب لكم؟ عزيزي وعزيزتي السرطان، هناك تفكير بزواج أو علاقة أو خطوبة، ولكن أنتوا متخوفين. لازم تتخوفوا، البعض منكم عنده أولاد كمان، ألف ألف مبروك، والبعض منكم عنده حمل. أما اللي جايتهم علاقة جديدة أو خطوبة، ما تتخوفوا، البعض منكم متأثر من قبل فترة مرقت عليكم، حبيب ترككم، حبيبة تركتكم، لا تزالوا متأثرين بهذه الأفكار السوداء أو هذه العلاقات اللي مرت من قبل، وخايفين منها وخايفين تتقدموا لقدام. لا تدعوا هذا الخوف والقلق يمر عليكم، لأنه الشريك القادم أو الشريكة القادمة إلى حياتكم رح تعطيكم نوع من السعادة والفرح، وهناك تغيير إلى الأفضل بحياتكم إن شاء الله. أما الحزن والألم فرح تحطوها ورا ظهركم، ما في داعي لكل هالأمور. أشياء جديدة، أخبار جديدة، مراسلات جديدة، وعلاقات واتفاقات جديدة. إن كنتوا منفصلين أو كنتوا عازبين وما عندكم علاقات، فالوقت جيد للحب، للعاطفة، لبناء العلاقات. جربوا كونوا اجتماعيين بهالفترة، احكوا مع الناس، ابتدوا انتوا الكلام، خدوا عطوا، ما تكونوا وحيدين ومبتعدين عن العالم. البعض منكم عنده لقاء أو مع صديق أو صديقة قدامى، أو من شريك أو شريكة من زمان كانوا، وعلى ما يبدو ممكن اللقاء أو الكلام يكون فترته قصيرة، بعدين كل واحد بيرجع بيروح بحاله. السرطان مش كتير معتمد مبدأ بده رجوع، حاسس حاله ضايع وما بده كتير عواطف في هالفترة. ولكن في بعض الناس اللي كنتوا معهم أو على علاقة معهم، هن حابين يكون في رجوع، لأنه حسوا بالندم وحسوا أنه روحوكم من إيدهم، وانه راحت عندهم فرصة لا تعوض ان كانوا هن بحاجة لها. ومن كل الشركاء او من كل الاشخاص اللي دخلوا حياتهم او عملوا معهم علاقة او تزوجوهم، بتضلوا انتوا رقم واحد بحياتهم، ولكن انتوا لن تعودوا. اخذتوا القرار وانتهى، انتوا بتحددوا. ان حبيتوا ترجعوا، عايد لقلكم سرطان. ما حبيتوا ترجعوا، عايد لقلكم سرطان. هدول الشركاء ناطرين وعم بيدقوا على الباب، ساعة بيبعتوا لكم مراسلات، ساعة بيجربوا يحكوكم، ممكن يبعتوا لكم أصدقائهم، ممكن يبعتوا لكم حدا من عائلتهم بدون ما تعرفوا أنتوا. في مفاجأة
انهم يحاولوا يحطوكم بزاوية او بمكان لتعيدوا النظر، كأنه انتوا هالناس هدول كنتوا على وشك اما زواج، او كنتوا متزوجين وتركتوا بعض وانفصلتوا، او كنتوا على نية زواج او بعلاقة حب طويلة. انتبهوا. شو هي النصيحة للسرطان؟ عزيزي وعزيزتي السرطان، خلينا نشوف شو بينصحك الورق. هون طلع لك ورقتين، عندك نصيحتين. نو اوضح من هيك ما في، بمعنى لا تعودوا الى الشخص اللي عم بحاول يدق بابكن او يرجع من الماضي. كلير، واضحة الرسالة. نو لا، انسوا، انتوا احرار. اما اللي ما عندهم هالوضع وعندهم وضع تاني، عم بيقلكن اشخاص اللي قلت لهم رح يجيكن ناس او تعرفوا على ناس او عندكن فترة مصالحة، communicate clearly، تواصلوا بوضوح، خدوا عطوا، احكوا. سرطان معروف عنه ما بيحكي، كل شي بخبي جوا. احكوا، عبروا، وضحوا، ما تخبوا شي، افتحوا قلبكن، قولوا اللي مزعلكن. مبروك للسرطان. شكرا كتير لكم، عملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم اشعال بس مباشر انا من الجندي. خلينا نفوت على برج العقرب. عزيزي وعزيزتي العقرب، شو مخبي لكم يا ترى عاطفيا من هلا الى نهاية هيدا الشهر؟ شو هي وضعكم؟ شو عم بصير معكم؟ شو عم تخبركم العاطفة؟ هل في رجوع؟ هل في انفصال؟ هل في طلاق؟ هل في زواج؟ خلينا نشوف شو مخبى للعقرب. اشياء جيدة عم تنطبخ لكم، امور في طريق جيد. اي نعم، مريتوا بفترة ظلم، انظلمتوا او ظلمتوا او ظلمتوا، اوكي؟ شو ما كان، توضح بعدين عفوا انه كان في ظلم، انتوا ظلمتون او هن ظلموكم، الان الامور عم تروق وتتوضح. هيدا الظلم. اوكي. وفي طريقها الى الحل. خدتوا قرار، قررتوا تعملوا شيء، ممكن بعدتوا، ممكن طلقتوا، ممكن انفصلتوا، ممكن هجرتوا من المدينة عفوا، اكتفيتوا بهالعذاب والاذى يلي صار عليكم. ما بقى لكم اخلاق انه كل شوي تحسوا بالظلم اللي عم تتعرضوا له، صار كافي هيك، اوكي؟ فبدي اقول قلبتوا الطاولة على هالناس، قلتوا لهم خلص هالقد بكفي، ما عاد جاي عبالي، فلوا. بجوز سكرتوا التليفون، بجوز بلكتوهم، بجوز هن بلكوكم، جايز هن يكونوا رحلوا، انتم ما عم تعرفوا ليش، جايز انتم ظلمتوهم، القراءة ممكن تكون عكسية أحيانا، على أساس أنا ما بعرفكم، اوكي؟ ما في قراءة خاصة، هيدي مش قراءة خاصة. والاشخاص اللي ما عندهم هالوضع شو صاير معهم؟ الاشخاص اللي ما صاير عندهم هالوضع حاليا، العقرب ما بده عواطف، بده راحه، بده ينطر. ممكن عم يفتش على شغل جديد، ممكن عم ياخذ الامور بس من ناحيه العلاقه الجنسيه، ممكن عم بيلاقي حدا اكبر منه بالعمر، عارف انه ما رح تتزوجوه او يتزوجكم. ممكن ما نكون محددين، العاطفة ليست بأوجة، مش عم تفتشوا شو عم بصير معي عاطفيا. نو مش مهتمين بهالفترة، اوكي؟ عدم تحديد، اخدين الامور بنوع من الفضول، المغامرات الجديدة، التطلع الى امور جديدة، ما بتكون اي شيء يحبسكم، ولذلك انتو حابسين حالكم بهالفترة. فهون عدم التحديد العاطفي شو عم يخليكم تعملوا؟ تطلعوا على كل الاشخاص اللي حواليكم، ومثل الواحد عم بنقي منيو من مطعم، باكل هاي ما باكل هاي، بظهر مع هاي ما بظهر مع هاي، بروح مع هيدا ما بروح مع هيدا. فهون الاختيار هو شخصي تابع لكم، مش عم تقربوا الى خطوات. فاذا الشريك عم يتساءل العقرب اللي معي ليش ما عم بحاول يحدد وجه العلاقة، إذا سمعتوا هالكلام من الشريك أو الشريكة، تذكروا ميا قالت إنه أنتوا مش عم بتحددوا، وبهالفترة صراحة هربانين من الزواج. أنتوا هربانين من الزواج.
فحتى لو صار عندكم فرص زواج عقرب هربانين من الزواج، اوكي؟ ما فينا نجبر حدا انه يتجوز بالكرة، خلص ما بدكم ما بدكم. لا يزال الألم أو الحزن أو الطلاق السابق اللي مريتوا فيه مضايقكم، الشراكة اللي مريتوا فيها وعذبوكم أو ضايقوكم أو زعلوكم، لا يزال هذا الشيء زعجكم، وبعض منكم ضمنا من جوا مع كل هالعذاب ووجع القلب متمنين إنه هالأشخاص يرجعوا. ليه العذاب النفسي؟ كل الأحوال خلينا نشوف شو هي نصيحة العقرب. القراءة العاطفية لإلكم عقرب كانت فلسفية أكثر هذا الشهر، يمكن لأنه أنتم بحاجة إنكم تسمعوا النصيحة وتقرروا أنتم بأي اتجاه بدكم تروحوا. أما النصيحة تبعكم فهي التركيز على كل شيء من وفرته أو خيره، abundance ممكن يكون وفرة بالحب، محبوبين كتير بهالفترة، ممكن وفرة بالمال، جاي يكون مال غير التركيز عن العواطف، ممكن وفرة بالصداقات، وفرة بالحالة الاجتماعية مثل ما بقول أنا بحبوحة، فجايكم abundance كتير بهالفترة وطاقات إيجابية جيدة استغلوها في سبيل مصلحتكم. بالتوفيق لبرج العقرب. الأبراج العاطفية لبرج الحوت، شو مخبيتنا العاطفة للحوت من 14/9 إلى نهاية شهر سبتمبر؟ حب، زواج، علاقات، رجوع، شو الأخبار لبرج الحوت؟ عزيزي وعزيزتي برج الحوت، البعض منكم عم بيمر بتغييرات وحابب يغير من حياته حتى لو كان بعلاقة أو بدون علاقة، ولكن الأغلب أثناء وجودكم بعلاقة عاطفية بالوقت الحالي، الشريك أو الشريكة ممكن يكونوا مزعلينكم أو مسمعوا الكلام أو معندين معكم، وأنتوا وصلتوا إلى حالة صرتوا بدكم تغيروا من هالجو. البعض منكم المتزوجين وبعلاقة عاطفية وعندهم أولاد سعيدين بخلال هالفترة، وهناك نوع من الهدوء، الهدوء على صعيد العاطفة، ولكن البعض الآخر عم بفكر إنه بده يترك وممكن عم يتطلع إلى زواج آخر أو فرصة أخرى، وبأثناء النظر إلى الفرصة الأخرى بدكم حدا يكون مكتمل من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية. إذا كنتوا عازبين بتكون شخص معه وضع مالي جيد إلى أن تتم العاطفة والزواج ويكون مسؤول عن البيت والعائلة والأولاد. وإذا كنتوا مطلقين أو عم تفكروا تتركوا الشريك فأنتم عم تنظروا إلى شخص يهتم بالعائلة والأولاد إذا عندكم أولاد، ويكون مسؤول عن إدخال المورود المالي لإلكم ولعائلتكم. تعبتوا من موضوع المال والتعب والصرف، وتعبتوا من موضوع الشغل المستمر، وبحاجة إلى شريك عاطفي وممول مالي أيضا بذات الوقت. بالتوفيق للحوت. أما الأشخاص اللي ما عندهم حدا ولا منتظرين شيء، يترى شو هو وضعهم العاطفي بهالفترة؟ فئة منكم حزينة وزعلانة وما بدها تكون بعلاقات عاطفية إطلاقا، حابة تبعد عن الناس وعن الشركاء، مثل كأنكم عم تتذكروا ما حصل معكم بالماضي، وبذات الوقت منتظرين رجوع هالماضي أو رجوع اتصال. الاتصال ممكن يجي بس متأخر شوي، أوكي؟ فالأشخاص اللي عم يسألوا هل في رجوع إلى حبيب أو حبيبة من علاقة ماضية أو نحن عم ننتظرهم، بالوقت الحالي عم شوف مش كتير هذه الأمور جيدة أو بمصلحتكم. حوت، بدنا ننتبه للأشخاص المتزوجين، هاي تاني مرة بيطلع معي هالأسبوع، الأشخاص المتزوجين اللي عم بيعاندوا أزواجهم، الزوج ممكن يتزوج أو أنتوا ممكن تتزوجوا على زوجاتكم، لأنه واضح أنه هناك تعنت وعدم سماع وعدم سعادة في المنزل. فإما الحوت إذا كانت زوجة ممكن بدها تنفصل وتترك، وإما إذا كان زوج فحابب إنه يتزوج مرة أخرى أو يبتعد عن الشريكة الحالية، فتحذير إلى من على علاقة ببرج الحوت. غير هيك الأمور بشكل عام فيها عدم تحديد عاطفي، نوع من الحزن، في نوع من الكآبة مسيطر عليكم، عم تسألوا ليش أنا استعادة
مش عم بدق بابي دائما، شو هي التغييرات اللي عم بصير معي؟ ليش دائما بدي اشتغل، بدي اتعذب، بدي اسعى دائما في سبيل علاقاتي، بدي دائما انا اكون المسؤول عن ربط العلاقة او الشراكة بعلاقتي؟ اذا عم تسألوا هالسؤال فالسبب هو الاختيار. الاختيار، اما تسرعتوا بالاختيار او اخترتوا بدون تفكير بالوقت اللي اخترتوا فيه او مريتوا فيه بهالأزمة، كانت الامور والنضوج مختلف عن الان. انتوا الان صرتوا ناضجين، صرتوا اوعى، ممكن تكونوا كبرتوا بالعمر شوي، سنة او سنتين، ممكن فكرتوا الوقت الحالي بنضوج اكتر، ممكن انتبهتوا انه فعلا غلطتوا انفسكم. ولهذا السبب هناك نصيحة بالانتباه قبل الاختيار، لانه انتوا بس توصلوا للعاطفة ما بتشغلوا الفكر، بتشغلوا الاحساس اللي انتوا فيه اثناء العلاقة. الحوت برج عميق مائي، اسراره عميقة، افكاره عميقة، حتى هو احيانا ما بيقدر يفهم نفسه، ضلوا بيفتش على الحب والرومانس، وممكن يكون عم بيجي الرومانس الجيد بس عم بيضيعه لانه في بحث دائم، مش عم بيطلع قدامه، دايما عم يطلع لبرا. يا ترى شو هي النصيحة لبرج الحوت؟ النصيحة لبرج الحوت بهالفترة كلمة لا، نو. الجواب واضح وصريح. الأشخاص اللي ناطرين ناس من قبل بدون إياها ترجع وما كانت منيحة لإلهم، الجواب نو. والأشخاص اللي حاليا بعلاقة أو حابين يتجوزوا على زوجتهم أو ينفصلوا عن شريكهم، الجواب نو، مش بمصلحتكم. شو ما كنتوا عم تخططوا، شو ما كنتوا عم تسألوا من الناحية العاطفية، الجواب لا. شو معنات لا هون؟ مش معناتها بس انه ما حيرجعوا او ما حيجوا، معناها انه انتوا لازم تتروا وتنتبهوا على الحكم العاطفي السريع اللي عم تصدروه في سبيل علاقاتكم العاطفية واليومية. بالتوفيق ان شاء الله لبرج الحوت. من الاشتراك شير لايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار بث مباشر. Bye.